سلمى، هلا بننتقل لاولى محطاتنا لليوم. نحكي عن موضوع كثير مهم، التعلم للطفل وخلال سنواته الاولى قديش مهم التعلم من المحيط، من استكشاف الاشياء الموجوده حول الطفل. من خلالها ممكن يتعلم كثير امور، خصوصا مع التطور التكنولوجيا. يعني بتلاقي اغلب الاهالي بيعطوا اولادهم التاب والموبايل، لا، في امور اخرى خليه هيك هو يستكشف فعليا ويتعلم من خلال الاشياء المحيطه فيه. صحيح نور، عم تحكي عن التعلم الذاتي، رح نحكي اليوم بشكل مفصل اكثر عنه. رح نتعرف كيف ممكن ينمي سلوك الطفل الايجابي ويساعده على استكشاف ما حوله وحتى يقوي من شخصيته، لانه بيصير عنده قوه اكثر على ادراك المحيطات. طبعا خلينا نتعرف كيف ممكن يكون هذا التعليم واساليبه، او امتى بنبلش فيه مع اطفالنا. كل هاي المعلومات رح تطلعنا عليها مدربه التنميه البشريه وايضا مدربه مهارات الاستاذه شذا البغدادي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح الخير. يسعد صباحك. بالبدايه خلينا نحكي ما هو مفهوم التعلم الذاتي للطفل. يعني نحن عم نحكي عن مفهوم واسع جدا، وقديش فعليا بيأثر بطريقه ايجابيه على تكوين شخصيه الطفل ومهاراته بالمستقبل. هو التعلم الذاتي هو افضل انواع التعليم لحتى يقدر الطفل او اي انسان انه يندمج مع المحيط اكثر، ياخذ المعلومات اللي هو بحاجه لها وبالاسلوب المناسب له. فلنقدر نعرف مفهوم التعليم الذاتي، خلينا نرجع شوي للتعليم التقليدي اللي هو التعليم بطريقه التلقين مثل ما كان من زمان، وهو ما زال موجود لليوم. صحيح. بالكتاب، كيف كان المعلم يلقن الطالب. فهو التعلم الذاتي هو عكس التعليم التقليدي. صحيح. بالتعلم الذاتي بيكون الطفل هو المعلم وهو الطالب بنفس الوقت. اما بالتعلم التقليدي عم بيكون عندي شخصين، عم بيكون في معلم منفصل وعندي تلميذ، عندي طالب، عم بيتم بطريقه التلقين. التعلم الذاتي هو افضل، بيكون الطفل معلم ومتعلم بنفس الوقت، وبهذا الشيء بقدر انا اثبت المعلومه بشكل اكبر. وهون كثير مهم انه نحن نفرق بين التعلم الذاتي والتعلم الفردي. التعلم الفردي هو بيكون الطفل لوحده، هو يقوم بدمج المعلومه مع نفسه ليقدر يكتسبها بالمهارة معينة. فالتعلم الفردي هو بس طالب، هو معلم ومتعلم بنفس الوقت. أما التعلم الذاتي هو بيكون ضمن مجموعة، ضمن اتصال مع محيط. ففي فرق كمان بين التعلم الذاتي وبين التعلم الفردي. التعلم الذاتي هو أفضل أنواع التعليم على الإطلاق، يعني حتى اليوم هو معمم ضمن خطط كبيرة ضمن مدارسنا وضمن جامعاتنا. التعلم الذاتي هو الأسرع والأفضل للحصول على المعلومة بشكل الأمثل. طب استاذه شذا، خلينا نعرف اكثر الناس امتى بيبدا التعلم الذاتي، من اي عمر، والاساليب اللي ممكن يبدا فيها الاهل. هل الاهل ممكن يبداوا بهذا النوع من التعلم ام هن بحاجه لاختصاصي بهذا الموضوع؟ تمام. التعلم الذاتي هو خروج المعلومة من دماغ الإنسان للمحيط للخارج، وبعدين يتم تبادلها بين الكثير من المتعلمين. عكس ان التعلم التقليدي هو دخول المعلومه. فامتى قادر الانسان على انه يستوعب المعلومه ويتم خروجها للمحيط الخارجي؟ فنحن قادرين على استخدام هذا النوع من التعليم. يبدا من سن رياض الاطفال. اذا انا بحاجه لمرشد فالام هي افضل مرشد. فانا اليوم بنشوف كل الامهات اللي عم يتابعونا، اي ام تؤمن بقدرات طفلها فهي قادره على استخدام التعلم الذاتي بمرحله رياض الاطفال ما قبل الدخول للروضه، يعني ما قبل الدخول للمدرسه. الام هي الداعم الاول وهي الداعم الاخير اللي يستطيع ان يبني شخصيه هذا الانسان، يبني عقل هذا الانسان. الام لما بتندمج مع ابنها وبتحط ببالها انه انا اؤمن بابني، اؤمن بقدراته حتى لو كانت قدراته ضئيله، يعني مع الوقت هو يندمج، حيتعلم اكثر، بيتطور مهاراته. التعلم الذاتي هو اسرع تعلم لتطوير مهارات الطفل، خصوصا اذا نحن عم نحكي بعالم الطفل، لانه هو يقوم بطريقه التجربه، طريقه الاكتشاف. حتى نحن كمعلمين وكمرشدين بنقوم مع الاطفال بنتفاجئ بعالم الطفل بالكميات، كميه المعلومات اللي نحن بنتعلمها منه حتى. فمرات الام بتكون عندها قدرات طفلها مجهوله، يعني بحاجه لمين يضوي لها. فنحن اليوم بنحفز اي ام تكون مع ابنها، تعطيه وقتها، تقرا عن نمط التعليم هذا، لانه هي تستطيع ان تقوم فيه ببيتها من خلال ممكن ان هي تشوف تتعلم هذا التعلم بشكل ذاتي. تسمعنا اليوم، هلا اللي عم يسمعنا اليوم عم يتعلم بشكل ذاتي. وهذا يعني هي سبب اساسا الاضاءه على هذا الموضوع، خصوصا في ظل الغلاء الكبير. يعني مو كل الاشخاص قادرين اليوم يحطوا
أولادهم برياض أطفال، خلينا نحكي عن طرق التعلم الذاتي. أكيد في عدة طرق، كيف هي تبدأ الأم مع طفلة بسنوات الأولى التعلم الذاتي، وشو هي الطرق يمكن فينا نقول الخطوات الأولى لإلها؟ طرق التعلم الذاتي هي أهم نقطة ممكن إنه نحن نضوي عليها. على قد ما الأم بتكون مندمجة مع الطفل، أو المرشد بالمدرسة أو بالمركز بيكون مندمج مع الطفل، بنعرف شو هي الطريقة المناسبة لهذا الطفل. يعني أنا مثلاً بالصف بستخدم كتير طرق لحتى غطي كل الأنظمة الدماغية اللي عندي بالأطفال، لأنه عندي مجموعة. أما الأم لما بتكون لحالها بالبيت فهي قادرة على اكتشاف، أنا ابني عنده ميول للاكتشاف، عنده ميول للأسئلة المفتوحة، بطرح عليه أسئلة. أنا ابني لا، بيندمج أكثر، بيكسب المعلومة عن طريق المرئيات، بفتح له فيديوهات. لا، ابني ممكن أنا يحب التجربة، ممكن يحب إنه يكون معه فريق بطريقة التعاون، يدمجه مع بعض الأطفال حتى يكتشفوا مع بعضهم المعلومة. ممكن في عندي أطفال صوتيات، فكتير مهم الأم تعرف شو نمط طفلة، حتى مو بس بعالم الطفل برياض الأطفال، حتى لما بيكبر الطفل شوي بتلاقي إنه راح على المدرسة. أكيد نحن كمان بدنا ننوه إنه التعلم الذاتي هو ليس مستمر تمام، ولكن ليس بديل عن التعليم الرسمي. فالطفل نحن بحاجة لمدرسة ونحن بحاجة لجامعات أكيد. فالطفل مثلا راح على المدرسة، أخذ من المدرسة، في طفل بياخذ 60%، في طفل بياخذ 70%، في طفل بياخذ 80%. الأم بالبيت هي المكمل لهذا الشيء، فالتعلم الذاتي هو مكمل للتعليم الرسمي. فلما بتجي الأم مثلا، كثير بتجي أم بتقلي أنا عدت له الدرس كثير، عدته حفظته أنا هو ما حفظه. طب ليش؟ هو هي بتكون ماسكة الكتاب، هي عم تطلع وعم تلقنه يعني. هو الطفل يعني يحفظ بالشكل البصري، فهو ما شاف سمع، فهن الأم ما عم تعرف شو هو نظام ابنها. فممكن يسمع، بضل بيسمع يعني ممكن 100 مرة يسمع النشيد أو شو، ما بيحفظ مثل ما بيشوفها هي بيقرأ. شافتها حفظتها. ليش الأم بتحفظ والولد ما بيحفظ؟ لأن يعني هي اتبعت النظام الخاص فيها. ممكن يكون نفس نظام الوالدة، لا ممكن كمان يكون مختلف. فأنا بدي أعرف شو نظام الطفل. ممكن يكون تعاوني، ممكن يكون تفاعلي مع الأطفال، ممكن يكون بصري، أنا بحاجة لفيديوهات. كتير منشوف مثلا درس، بتجي الأم بدها تدرسه لابنها، لأحطي له فيديو أحسن ما أنا أقعد عدله إياه ولقنه إياه. هو عم يشاهد هذا الفيديو وعم يسمع، بيستوعبه أكثر تمام، تعلم الدرس وتعلم مهارات تانية من قلب الفيديو، لأنه هو مو بس أخذ المعلومة، لا كمان ممكن يعني يكتشف أشياء جديدة بقلب الفيديو اللي هو بيشوفه. فنحن بحاجة للأم تعرف نمط الطفل قبل ما إنه هي تستخدم معه الطرق. بعكس المدرسة، بالمدرسة عنا مجموعات، عنا غرف صفية، فنحن بنستخدم كل الطرق السمعية والبصرية والتفاعلية التعاونية، طريقة الأسئلة المفتوحة، طريقة النقد، ننقد المعلومة ليقدر الطفل إنه هو يكتشفها. نبتعد أكثر شيء عن طريقة التلقين، لأنه هي الطريقة بحاجة لوقت ولا تناسب جميع الأنظمة، مو كل الأنظمة الدماغية ممكن إنها تتفاعل مع الطفل. فنحن بالمدارس بنحاول نغطي كل الأنظمة، أما الأم بحاجة لاكتشاف النظام الخاص، أيضا بمساعدة المعلم، مساعدة المرشد بدلها أكثر عن النظام الخاص بطفله. طيب أستاذة، خلينا نعرف هل في سلبيات وإيجابيات للتعلم الذاتي وكيف بتظهر؟ تمام، أكيد كل شيء هو له سلبيات وله إيجابيات. نحكي أول شيء عن الإيجابيات. أول إيجابيات للتعلم الذاتي إنه هو مفتوح لجميع الأعمار، يعني هو يبدأ من سن الطفولة إلى ما لا نهاية، يعني التلميذ بعمر الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي أو بالجامعة ممكن إنه يدرس الإنسان علم بشكل ذاتي. فأول شيء يكتسب المهارة، يكتسب العلم. نحن ما لنا بحاجة للمال لنقدر نسجل جامعات أو نسجل كورسات. ممكن للشباب يبدو إنهم يتعلموا لغة كاملة، يحط منهاج معين ضمن مستويات معينة ويتعلم لغة. اليوم عم ياخذوا أسعار باهظة جدا بالنسبة للغات. أيضا من إيجابياته الحصول على فرص عمل. قديش نحن بنشوف أشخاص بيعملوا بشغفهم، ممكن أنا معي شهادة جامعية بمجال معين ولكن أنا شغوف بمجال تاني، صحيح. فأغني هذا الشغف بطرق ووسائل معينة لأكتسب المعلومة، لأبحث عن فرص عمل، استثمر العلم. فهو قديش أنا بحصل عليه، قديش أنا بقدر أني استثمره. أيضا التعامل مع مصادر عالمية، يعني اليوم في منصات عالمية للتعليم، صحيح. ممكن أنه نحن نتعلم من أشخاص عندهم خبرات واسعة، ممكن الحصول على فرص عمل، زيادة الثقة بالنفس. لما الإنسان يحصل على ما يريد فبتزيد ثقته بنفسه. ممكن أيضا دمج هاي المعلومات للمحيط،
فهي إلى إيجابيات كتير كبيرة. السلبيات نحن لازم نعرف إنه نحن بحاجة لوقت، لأنه أنا ما عندي مرشد أو ما عندي مرشد. يعني ممكن الأم تكون مرشد للطفل بعمر الطفولة، أما الأكبر هو ما عم بيكون معه مرشد، فهو لازم يعرف إنه هو بحاجة لوقت، بحاجة لأنه يسأل، بحاجة لأنه يستكشف أكثر. وأهم شيء هو الدعم الشخصي، يعني اليوم ما معه مرشد فهو ما معه داعم، فهو بحاجة لأنه يضل عم يدعم نفسه، هو بحاجة لتحفيز دائم، تحفيز ذاتي دائم، بحاجة للثقة بالنفس. وطالما هو وقت طويل أنا بدي أمشي فيه، فأكيد أنا عندي سلبيات وعندي عقبات بدي أوقف أمامها، ما أستسلم، أعرف أنه وضع هدف وأنا رح أوصل لهذا الهدف اللي أنا عم بسعى من أجله. طيب خلينا نحكي فعليا عن أهمية التعليم الذاتي لتطوير المعارف والمهارات عند الشخص، قديش فعليا من خلاله ممكن يكتسب كثير من المعارف والمهارات. انا وعم ببحث عن معلومه ممكن اتعلم عده معلومات، صحيح بنشوفها هي مع عند الام انه بتقول والله انا كنت نسيانه هي المعلومه تعلمتها، هو شرح لي اياها، هو قال لي اياها. فالتعلم الذاتي شيء جدا مهم، بيطور من مهارات الطفل، بيطور من مهارات باي عمر، يعني باي عمر كان، بيساعد على بناء المجتمع. اليوم العلم بوابه جدا مفتوحه امام الجميع، يعني اليوم مع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونيه اللي كلياتنا اليوم عم نفتح وعم نتعلم، فهو شيء لا ينتهي. ايضا هو تربيه مستمره، يعني البحث عن مصادر العلم، انا عم ببحث عن معلومه معينه، عم اقضي وقتي بكسب العلم للاستفاده منه بالمستقبل، هذا كلياته بيطور من معارف ومن مهارات سواء كان طفل او كان اكبر. صحيح. ايضا التواصل، التواصل مع المجتمع، فانا اليوم بنادي لكل الاشخاص اللي هن فقدوا الفئه العمريه بالتعليم. اليوم عندنا اشخاص ما قدروا انه هن يكفوا تعليمهم بسبب الازمه او باسباب ثانيه، فلا نحن اليوم قادرين على تطوير هذا الشيء، خصوصا اذا كان يوجد رغبه بالتعلم، ولكن عم يلاقوا شوية صعوبة بالحياة، الدمج مع الجامعات، في أحيانا أشياء أو فقدوا الوقت. فنحن اليوم بنقول إنه ما في وقت خاص للتعليم، يعني الحياة الجامعية اليوم ممكن أي إنسان يدرس مجال واثنين وثلاثة ويستفيد منهم ويستثمرهم. أيضا نحن لما بناخذ مصادر معلومات كبيرة، فأنا وسعت هذا الشيء، لما بيقدم السي في بيقدم على عمل معين فبيكون هو عنده مهارات عديدة بعدة مجالات، هذا الشيء بيفتح له فرص تعليم أكبر. أيضا التواصل، فأنا عندي التواصل ودائما دمج العلم مع الحياة، فهو بيضل على ما زال على قيد الحياة، ما زال شغوف، هو نحن عم نتعلم معلومة واحدة عم نكتسب عدة معلومات، إذا كمان حاولنا بنقل هي المعلومة للأشخاص الآخرين. اليوم مثلا كثير أنا بشوف أمهات من خلال برامج الصباحية بتتعلم الطهي مثلا أو تتعلم الميك اب، أو كثير شفنا اليوم بالتسويق، شفنا أشخاص هن ما لهم دارسين تسويق بس اكتسبوها كخبرة بالتعلم الذاتي وبعدين استثمر هذا الشيء، فهذا كلياته بيساعد على بناء المجتمع. بنلاقي احيانا اشخاص عندهم شهاده لكن هو ما معه خبره، فكثير اماكن عمل بتفضل الخبره، بتفضل العلم، فممكن انه يبحث عن عمل بالمجال اللي هو بحبه. هذا كلياته بيساعد ببناء المجتمع وبناء شخصيه الانسان وثقته بنفسه كمان. اكيد حضرتك حكيتي ببدايه الحديث انه في كثير انماط واشكال للاشخاص نفسهم اللي هن بيخضعوا للتعلم، هل نعرف هل في اشكال وانماط ايضا للتعلم الذاتي؟ اهم شيء نحن نعرف النمط، عندي عدة أنماط مثل مثلا النمط البصري، فأنا بدي استخدم الأساليب والوسائل اللي تخدم هذا النمط. عندي النمط السمعي، عندي النمط الحسي، فأنا بحاجة لأشياء حسية مع الطفل مثل مثلا لعبة المغناطيس، أنا بجيب له مغناطيس، بجيب له أشياء بيجذبها المغناطيس، بجيب له أشياء لا يجذبها المغناطيس، بحاول بالتعاون طريقة تفاعلية بالتجربة. ممكن هذا النمط الحسي، ممكن يكون هو نمط رقمي. فالتعلم الذاتي أنا أعرف شو النمط وأعرف أنه أنا الوسائل اللي بدي أخدم فيها هذا النمط، يعني أقدر أنه تابع أنا مع الطفل بنفس النمط، يكون عنده مثلا مثل المكعبات، بقلب المكعبات هو يقدر يصنع اشكال. كمان انا بحب طريقه الرسم، في اطفال بتعبر عن الاشياء اللي هي بتشعر فيها بطريقه الرسم، ممكن انا اضع له الوان
للطفل. هي أهمية معرفة شو نمط الطفل لقدر استثمر فعليا التعليم تمام. الذاتي بالشكل الصحيح وأعطيه الفرصة يعني أعطيه الفرصة لحتى يكتشف هو، لأنه أنا كيف بدي أعرف نمطه؟ بدي أعطيه فرصة للاكتشاف. بدي أقول للأم اليوم أنه تكون هي بدور المنشد ما تكون بدور الملقن. يعني مثلا وضعنا معه عدة ألوان أبيض وأسود، اتركوا يدمجون، دمجون خطأ دمجون صح، بعدين بصوب له هذا الشيء، يعني بكون معه بدور المرشد. بعدين هو بيكتشف أنه دمج الأبيض مع الأسود رح يعطيني رمادي، ما أنا أعطيه المعلومة من البداية. فهو بحاجة أيضا الطفل ليأخذ مساحته. رح نكتشف لما نحن بنعطيه الفرصة، بنعطيه وقته، بنعطيه مساحته بالتعلم، رح نكتشف أنه هو عنده مهارات الأم عن جد بتكون لا تدركها. يعني نحن لآخر يوم مع الأطفال بنلاقي أنه هو عالم واسع. صحيح. بس بحاجة جدا اليوم نقول للأم تعطيه مساحته. نحن بنلاقي الماميات أنه هي سريعة بدها تعلم ابنها بسرعة. لا، نحن لما نعطيه مساحته عم نعطيه فرصة، وعم بعطي لنفسي فرصة حتى أني أتعلم مع طفلي. رح تكتشف بعدين أنه هو ممكن يكون عنده نمطين، أو ممكن يكون عنده ثلاث أنظمة للتعلم. فنحن نقول للماما اليوم تعطيه نمطه، تعطيه الفرصة، تعطيه وقته، لأنه التعلم الذاتي بحاجة لوقت عكس التلقين. التلقين صحيح. يعني ايه، ولكن التلقين ممل. اما التعلم الذاتي حتى الولد بيستمتع. ممكن مثلا تلجأ الام للقصص المصورة، فهو بيشوف الصورة بدون كتابة، ما زال طفل بيحكي القصة عن الأشياء اللي هو بيشوفها. بيكتسب خبرات كتير عديدة بهذا السن. يعني ذكرتي بعض التفاصيل المهمة من خلال التعليم الذاتي للأم لطفلة. في أخطاء شائعة ممكن تخوف فيها إضافة للي ذكرتي من خلال ممارسة التعليم الذاتي مع الطفل؟ هو أكبر خطأ أنه نحن الأم بتكون سريعة طول بالك. بسرعة بدأ ابنها يكون الأول دائما. عندنا عقدة هي عقدة التمام. يعني الأم لا تقبل أنه مثلا مثالية. صحيح. مثالية جدا. مثلا حتى بالمدارس بنلاقي الأم لا تقبل ينقص مثلا علامتين مثلا، أو ينقصوا شيء معين. هو جاب 8 علامات من 10، يعني احنا بننسى الثمانية وبنطلع على العلامتين بس اللي ناقصينه. يعني لا، أنا لما بتطلع على الأشياء اللي عم يحصل عليها ابني، فأنا عم نمي قدراته وعم بعطيه ثقة بنفسه. أهم شيء إنه يكون عنده إيمان بطفله. يعني الأم هي اليوم هي صانعة المعجزات، فأنا بحاجة لأنه الأم تكون دائمة الإيمان. هلا الولد بحاجة لوقت، فبنلاقي الأمهات بتتراجع شوي. لا، نحن بدنا نقول انه يضل عنده ايمان بطفله. عدم المقارنه مع امثاله. يعني ممكن تقارن طفله مع اطفال من نفس السن، كمان خطا. نحن ما بدنا نقارن الاطفال مع بعضها. كل طفل له نمط معين، له مساحه شخصيه معينه، له خبرات. لهيك طبعا الحديث يطول عن هذا الموضوع. شكرا لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. وقتنا خلص، واكيد بحلقات قادمه رح نحكي اكثر ان شاء الله. شكرا لكم، وشكرا لقناتكم عم نقدر نضوي من خلالها على معلومات مهمه. وبالبدايه وبالنهايه شكرا لسوريا الحبيبه. شكرا لك.